هاشتاج راقصة مول الياسمين تصدر زي ما قلنا التدوين في المملكة العربية السعودية بعدد تدوينات تجاوز 63 ألف تدوينة، بعض منها نحو الحرية بيقول هذه هي السعودية التي يريدها محمد بن سلمان، وهاشتاج راقصة الياسمين، وجايبين صورة أو كاريكاتير أو صورة مرسومة تعبيرية للتطور أو ما حدث مع المرأة السعودية من كونها منتقبة محتجبة وبتمر من خلال سلك شائك عشان تخرج في الناحية التانية فتاة متبرجة نصف عارية كما يريدها محمد بن سلمان وتركي آل شيخ ونظام محمد بن سلمان. تدوينة أيضا تحت نفس الموضوع من أبو منور بيقول رقاصة الياسمين مول بعدما كان يسير رجال الهيئة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر داخل الأسواق. بيقول كمان أصبح الراقصون يسيرون داخل الأسواق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بيقول الله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل. تدوينة أيضا تحت نفس الموضوع من عبد الله بن عبد العزيز، وجاي في فيديو لفتاة سعودية كانت بتتكلم تقريبا في بداية عهد محمد بن سلمان أو لما تم حل لجنة الأمر بالمعروف أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفتاة وهو بيقول لها تحت هاشتاج راقصة الياسمين مول جاء اليوم الذي كنت وكنا نخاف منه من نشر الانحلال، وجايب لنا فيديو لفتاة سعودية بتتكلم. خلينا كده نشوف كانت بتقول ايه وكانت خايفة من ايه. السلام عليكم، مساء الخير. انا اشك بيجي يوم يطلع لنا ناس عريانة في الشوارع من منطلق الحرية الشخصية، هاشتاج انا حر، انا حر، ولا كوني حرة. يا اصدقائي، الحرية شعور ونضال مطلب مع الحياة وحرب مع اليأس والظروف. الحرية مو انك تحارب ده كان تخوف من مرأة او من فتاة سعودية اول ما جه محمد بن سلمان او اول ما تم حل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واستبدالها بهيئة الترفيه طبعا على ايد تركي آل شيخ، وكانت خايفة ان الانحلال والانحراف يبقى سايد في الشارع. كتير من المدونين والمغردين اعادوا نشر هذا الفيديو وبيقولوا لها خلاص اللي كنت خايفة منه بقى موجود دلوقتي في الشارع السعودي. اعتقد كفاية على تركي آل شيخ، تاني حلقة بنتكلم عن تركي آل شيخ. اوعدكم ان احنا بكرة ان شاء الله مش هنتكلم تاني عن تركي آل شيخ عشان كفاية عليه كده وما يستاهلش اكتر من كده.